كارثة مدينة درنا الليبية تخضع للتحقيق، وحجمها يدفع النائب العام لتوقيف 8 مسؤولين حاليين وسابقين في إطار التحقيقات بانهيار سدي درنا والتسبب بكارثة أدت إلى مقتل وفقدان الآلاف، بالإضافة إلى دمار ضخم. النيابة قالت إن أخطاء وإهمال المسؤولين بهيئة المياه ساهمت في وقوع الكارثة، ما دفع لجنة التحقيق إلى توقيف رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنا حبساً احتياطياً. خبراء قالوا إن مناطق النزاعات أو الحرب عادة تشهد إهمالاً في صيانة سدودها بشكل دوري، وهذا ما انطبق على سدود درنا التي تعرضت للإهمال منذ عام 2011 حتى الوقت الحالي، رغم أن الباحث الليبي عبد الونيس عاشور كان حذر في وقت سابق من كارثة ستلحق بدرنا في حال حدوث فيضان ضخم. سدا درنا كانت بنتهما شركة يوغوسلافية في السبعينات، وأطلق على السد العلوي اسم سد البلاد بسعة تخزين تبلغ 1.5 مليون متر مكعب من المياه، في حين أن السد السفلي سد أبو منصور كان بسعة تخزينية تبلغ 22.5 مليون متر مكعب، وبني السدان بقوالب من الطين المضغوط مع درع محيط من الحجر والصخور. عانت درنا من الفيضانات عام 1986، لكن السدود حينها نجحت في إدارة المياه وجنبت إلحاق أضرار جسيمة بالمدينة، هذا كان قبل تشققها وإهمال إصلاحها. حنان المصري، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.